الرحيم. اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، وذروة عطلة أعياد الميلاد واحتفالات العالم المسيحي بعيد الميلاد لسيدنا المسيح عليه السلام. هنا من وسط العاصمة الألمانية برلين، أمام بوابة برلين التاريخية، أمام السفارة الأمريكية، في وسط سياحي كثيف، في ساعة الليل والمساء البارد، هنا يجتمع أنصار الشعب الفلسطيني مرة أخرى برمزيات مهمة جدا. أعلام فلسطين ترفرف أمام السفارة الأمريكية، ورمزية للأطفال الذين قتلوا بدم بارد وذبحوا، الأطفال الخدج بتمثيل لجثامينهم برمزيات عالية، والدماء تلطخ الجثامين. هذه كلها الرمزيات أمام أعين أهل ألمانيا، كما هو الحال بنماذج مشابهة، باعتصامات مشابهة بعواصم أوروبا المختلفة، لكي ترسل نفس الرسالة، رسالة المظلمة الفلسطينية، رسالة الحق الفلسطيني، رسالة الاستنكار للمواقف الأوروبية، وخصوصا هذه السفارة بما تمثل، وهي تمثل البيت الأبيض الذي يغطي جرائم دولة الاحتلال، وأيضا إلى العواصم الأوروبية التي تكيل بمكيالين. أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، آلامكم وصراخكم وجرحكم وصل صداه إلى أقاصي الدنيا. الرأي العام يتحول بشكل قوي وجذري وثوري اتجاه المظلمة الفلسطينية. أنصار الحق الفلسطيني يحتشدون بكثافة وبشكل يومي ودون انقطاع بتحالفات حقيقية لصالح الحق الفلسطيني، فلسطيني ألمانيا وفلسطيني أوروبا، وعرب ألمانيا وعرب أوروبا، ومسلمي ألمانيا ومسلمي أوروبا، وأحرار ألمانيا وأحرار أوروبا، كلهم لذات الرسالة. وقد نشأت تحالفات بالشباب الصاعد الذي ينتمي إلى الحق الفلسطيني كما تشاهدون في الكاميرا وترصد كاميراتكم. الأجندة مرصودة للمظاهرات والاعتصامات التي ستستمر حتى يتحقق هدف وقف العدوان الفوري ورفع الحصار وإدخال المساعدات دون قيد أو شرط، وأن ينتهي الاحتلال الغاشم الذي يعتبر احتلالا في كل القوانين الدولية. المظاهرات ستستمر، والحق سيرجع لأصحابه بإذن الله عز وجل، وذلك بإذن الله عن قريب. مستمرون 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 ضمن ما تسمح به القوانين، ملتزمين بها، وهذه القوانين تسمح بأن تكون مثل هذه المظاهرات الفورية، مظاهرات اسمها مظاهرات الغضب، يسجلها المنظمون وتنتظم خلال ساعات، ويأتي المتظاهرون يحتشدون لصالح الحق الفلسطيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.